ازيكم يا جماعه؟ النهارده فيديو جديد، ما تنسوش طبعا تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده. طبعا انتوا وحشتوني جدا بعد غيبه طويله قوي. غبت ليه؟ عشان كان عليا امتحانات، بس يعني الامتحانات اساسا يعني اتاجلت او يعني اتلغت. بص انا مش عارف اقولها لكم ازاي، بس يعني وما بقاش عندي امتحانات عموما كده عشان تبقوا عارفين. انت ما بقاش عندي امتحانات طبعا. انا بقى ايه هعمل يا جماعه؟ جروب في الفيسبوك، تبقى انتوا بقى يعني تنزلوا فيه ميمز. طبعا انا هعمل لينك الجروب، رابط الجروب هتلاقوه في الوصف. انزلوا خشوا فيه ده، نشوف ميمز، نشوف اي حاجه انتوا عايزينها بس تكون لها علاقه بالقناه. وكمان انا في حاجه بس يعني ايه، انا بقى بحاول على مد مضى بطور في القناه عشان القناه تبقى احسن. قولوا لي يعني لو حاسين القناه اتطورت، يعني لو القناه اتطورت يا ريت تقولوا لي. ويلا بينا نبدأ اللعبة. اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين بدأت اللعبة. انا هلعب باركور يا جماعة، يعني ايه كريتد باركور. ثانية ستارت. ليفل 1 بقى. ثانية يا جماعة اهو. طبعا مش محتاج اقول ان حريف قوي في الباركور، يعني حاجه معروفه فيا من زمان. فايه اكسب الباركور كله كده يعني في ثانيه. شفتوا في ثانيه اهو، ثانيه يا جماعه مش عارف انا عمال بقع كل شويه ليه. مش ماضي شفتلك يا جماعة. بعرف يعني ألعب باركور، بعرف أنط كده حلو أوي. أنا في النط يا جماعة مش عارف انط. الذكاء ده انا ما ذكيتش انط اساسا. صحيح ازاي يا جماعة؟ عشان في يعني قاعد بتذاكر دلوقتي اهو اهو. انا عملت حاجة يعني بمنتهى الذكاء. هنشوف اخرة الباركور ده ايه بقى. لا يا جماعة مستحيل، يعني نطيت ازاي وقعت تاني؟ انا زهقت من اللعبة دي شكل يا جماعة. انا حاط سنتين في الايه باركود ده. سمبل انا زيت. شكلي يا جماعة هعملها كتف وايه واغش. بس انا مش هعمل كده، مش يوسف هو اللي يعمل كده، مش انا. طبعا يا جماعة انا مش هلعب باركور، معرفتش اعدي يعني باركور، فهلعب سرفايفل احسن. يعني مش مود سرفايفل، يعني هلعب معدي بقى سرفايفل من غير اي مودز. انسان طبيعي راح يكسر شجر او خشب الشجر يعني. بعمل ايه؟
كده كويس. سابني بقى ايه اروح اجمع خشب. طيب يا جماعة، أنا كده وصلت لنهاية الفيديو. أنا عارف أنا ما عملتش حاجات كتير، بس يعني الدنيا بالليل وأنا تعبت، فإيه هكمل يعني هكمل السرفايفل سرفايفل، هعمل بيت كبير بقى وهعمل حاجات كتيرة. فإيه متنسوش تعمل لايك واشتركوا في القناة. بصراحة أنا تعبت أوي، بقالي مدة طويلة بسجل بقالي مدة طويلة بسجل، فإيه تعبت بس طبعا هتلاقي في المونتاج يعني قصرت يعني الفيديو هيكون اقصر من انتوا شايفينه وكده. بس خلاص كده كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا متنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. انا بصوا المرة الجاية يعني بجد انا راضي فعلا هطور في القناة وهعمل حاجات جديدة وابديت يعني ايه، العب بقى العاب من جديد، العاب جديدة بقى تانية وكده، يعني اغير القناة اخليها قناة احسن. فايه او بس الفيديو ده يعني عشان يعني وحشتوني، انا عملت الفيديو ده اساسا عشان انتوا وحشتوني جدا. ايه ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا، انا قلتها قبل كده مش هقولها تاني خلاص، وهقول بس حاجة كده بمقفل، سلام يا احلى ناس في الدنيا.